شركة غامضة تستحوذ على الخطوط الجوية السورية، وعقد الاستثمار الموقع أحدث جدلاً واسعاً بين السوريين، خاصة بعدما كشفت التقارير عن هوية المالك. فما القصة؟ التقارير الإعلامية تحدثت عن توقيع عقد استثمار للخطوط الجوية السورية مدته 20 سنة، وبحسب التقارير فأن هذا العقد فور الإعلان عنه أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، ويرجع السبب لأن الشركة المستثمرة التي سيطرت على السورية للطيران غامضة ومجهولة. وبحسب تصريحات المصادر فأن شركة إيلوما الخاصة التي استحوذت على الطيران السوري حصلت على عقد استثمار في الخطوط الجوية السورية في هدوء تام، حيث لم يحدث جدلاً إلا فور الإعلان عن العقد. فالتساؤلات كثرت بين السوريين حول تلك الشركة المستثمرة ومالكها، ولماذا وقع الاختيار على تلك الشركة الخاصة تحديداً دون غيرها. كما أثيرت تساؤلات أخرى حول السر وراء عدم الإعلان عن رغبة مؤسسة الخطوط الجوية السورية بالتوجه إلى الخصخصة والتشاركية لتحصل على عروض عدة تتم المفاضلة بينهم. وحول ملكية الشركة، فأشارت التقارير إلى أن التحقيقات الاستقصائية رجحت أن تعود ملكية الشركة إلى 3 أشخاص سوريين لم يسبق أن تم وصفهم على أنهم رجال أعمال. وأشارت التقارير إلى أن أولئك الرجال أعمارهم صغيرة حيث لم يتجاوز 40 عاما. ذلك الأمر أثار شكوكا عديدة حول الشركة المستثمرة والهدف من منحها عقد استثماري طويل الأجل. فالسوريون تساءلوا عن سر امتلاك شبان وفتيات في مقتبل العمر شركة إيلوما وحصولهم على تلك الأموال الضخمة التي تم ضخها من أجل ذلك الاستثمار، حيث طرح السوريون علامات استفهام حول مصدر 370 مليون دولار الذين حصلوا عليه الشبان من أجل عقد استثمار الخطوط الجوية السورية. وبحسب التقارير فأن أولئك الأشخاص بحسب ما جاء في التحقيقات وهم راما حمدان ديب ورزان نزار حميرة، وهن على علاقة وثيقة برجل الأعمال السوري المعروف علي نجيب إبراهيم. وعلى ما يبدو كما أشار التقارير أن تلك الأسماء هي مجرد واجهة للشركة، ومن المرجح أن تكون ملكيتها لرجل الأعمال علي نجيب إبراهيم. جدير بالذكر أن علي نجيب إبراهيم هو أحد أهم الأشخاص الذين يديرون مجلس الاقتصاد السري في القصر الجمهوري بدمشق، والذي تديره زوجة الرئيس أسماء الأسد، كما أنه أحد أهم الوجهات التي تدير الأنشطة التجارية والاستثمارية التي يمتلكها الأسد وزوجته، ما يعني أن شركة إيلوما قد تكون ملك البشار وأسماء بشكل كبير. وبحسب التقارير توقيع عقد الاستثمار بين الخطوط الجوية السورية وشركة إيلوما وبهذه الطريقة يعتبر استخفافا واستهتارا بعقول السوريين. جدير بالذكر أن هذا المشروع بدأ منذ حوالي 1.5 عام بتصديق من وزارة التجارة الداخلية، ورغم أنه بدأ منذ فترة طويلة إلا أنه لم يلقى ذلك الصخب والجدل سوى تلك الفترة، وبالتحديد بداية الصيف الماضي. وخلال الأيام الماضية خرج مدير المؤسسة السورية للطيران عبر وسائل الإعلام ليؤكد أن تلك الصفقة تمت بقيمة وصلت إلى 370 مليون دولار أمريكي.